مباشر في دير الزور. سألك بدءا عن تفاصيل الصورة والمشهد هناك، خصوصا ما يتصل بمئة ألف لاجئ المدنيين الذين غادروا، هل من أنباء عنهم؟ بالنسبة للمدنيين الذين غادروا أو نزحوا من منطقة الجزيرة إلى منطقة الشامية، كان أغلبهم من النساء والأطفال، نزحوا طبعا نتيجة الاشتباكات الدائرة بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، ونتيجة المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين الموجودين في هذه المناطق، نزحوا كما ذكرنا إلى منطقة الشامية. بالنسبة للوضع الإنساني الذي خلفه هذا النزوح أو خلفته الاشتباكات والمعارك الدائرة في خط الجزيرة سيء جدا. منذ بدء المعارك والاشتباكات بين الفصيلين جبهة النصرة والدولة الإسلامية ومدينة دير الزور وريفها تعاني من انقطاع للتيار الكهربائي والماء، بالإضافة لنقص المواد الأساسية وخاصة مادة الخبز، ونقص في المواد الطبية والإسعافية بسبب كثرة الجرحى والقتلى من المدنيين خاصة النساء والأطفال، حيث نزح أغلب المدنيين من خط الجزيرة إلى الشامية كما ذكرنا. نعم، ماذا عن الصراع عمليا؟ هل تمكنت أو التنظيم تمكن تنظيم الدولة من وضع قبضته العليا على هذه المنطقة؟ أم هناك جيوب لجبهة النصرة وأيضا لقوى الجيش الحر في دير الزور الغربي؟ بالنسبة لمجريات المعركة استطاع تنظيم الدولة إحراز تقدم بسبب قدوم مؤازرة عسكرية من جهة الحسكة، حيث وصل منذ ساعة رتل عسكري مكون من دبابة وثلاث مدافع 57 وثلاث رشاشات دوشكا وعشرين بيك آب، بالإضافة لوصول مؤازرة سابقا من جهة الرقة، بالإضافة للأسلوب الذي ارتكبته الدولة بالمنطقة التي تصلها الدولة ترتكب فيها مجزرة الهدف منها السيطرة على المنطقة. بسبب هذه الأمور المجتمعة حصلت الدولة استطاعت أن تحرز تقدم في هذه المناطق وخاصة خط الجزيرة. نعم. جديد عقيدات أو جديد بقارة، حيث وصلت الدولة إلى منطقة الحسينية دوار الحلبية واستطاعت نصب حاجزين عند منطقة كما ذكرت الحسينية في أول الحسينية. نعم. عند كلية الزراعة. ماذا عن موقف العشائر؟ هل ضمنت أو ضمن تنظيم الدولة ولاؤهم كلهم في دير الزور؟ بالنسبة للعشائر لا يوجد لهم أي ولاء يعني لأي فصيل منهم. سابقا كان هناك طبعا العشائر إما مدنيين قسم محايد، مدنيين ليس له علاقة بما يدور من اشتباكات أو معارك بين الفصيلين، كان هناك قسم مبايع أو مضامن لجبهة النصرة والجيش الحر تضامنوا مع هذين الفصيلين سابقا واستطاعوا طرد الدولة الإسلامية فيما سبق من مدينة دير الزور. حاليا العشائر تقف موقف الحياد. نعم، سؤال لابد من طرحه سيدة جيهان، الجميع يطرحه بالسر والعلن وأنت شاهد عيان هناك، هل فعل قوات النظام لا تصطدم مع تنظيم الدولة وتعمل بمبدأ دعه يعمل دعه يمر، وربما هذا يخدم أجندة عسكرية هناك، هل رصدت رصد العين المجردة لهذا الأمر؟ نعم سيد الكريم، لاحظنا هذا الأمر وذلك بسبب تقدمات حصلت لقوات النظام على جبهة المطار، إضافة للمواقع التي كانت تنظيم الدولة يسيطر عليها فيما سبق قبل إخراجهم من مدينة دير الزور، وهي مواقع حساسة مثل معمل غاز كونيكو، صوامع حبوب، حقل الجفرة النفطي، كانت هذه المناطق تحت سيطرة الدولة الإسلامية سابقا، لم نسمع أن قوات النظام قامت بضربها أبدا، كانت تستهدف فقط المناطق التي كان يسيطر عليها الجيش الحر أو جبهة النصرة. كما ذكرنا سابقا بالتعاون مع جبهة النصرة والجيش الحر تم طرد تنظيم الدولة من كامل مدينة دير الزور وريفها. حاليا عاد، فأصبح المدنيين أو أصبحت منطقة الريف الشرقي بين كماشتين، النظام من جهة المطار وتنظيم الدولة الذي يتقدم من جهة الرقة والحسكة باتجاه خط الجزيرة. وقوات النظام لم يتدخل النظام، لم يقصف، لم نلاحظ ضرب للطيران الميك كما كان يحصل في المعارك سابقة عندما كان يشتبك الجيش الحر مع قوات النظام إما على أسوار المطار أو في جبهات أخرى، كان طيران الميك يستهدف مواقع لقوات الجيش الحر مثلا، يستهدف مدنيين. حاليا الصراع بما أنه بين جبهة النصرة وتنظيم الدولة لا نشاهد أي ظهور لطيران الميك، لا نشاهد أي قصف من قبل مدفعية المطار، هذه كلها تدل على الأمور التي ذكرتها أخي الكريم. السؤال الأخير سيدة جيهان، ماذا عن اليومي لدى الناس، حياتهم؟
التنظيم حينما يدخل إلى مكان يأمر أو ينفذ فورا رؤيته للشريعة وليست الشريعة حتما، محاكمات وإعدامات حتى على اللباس، هل هذا ما يزال منتشرا أو حاضرا بكثافة في دير الزور أعني؟ نعم سيد الكريم، نعم سيد الكريم، فمنذ بدء المعركة منذ حوالي 5 أيام قوات أو العناصر الدولة الإسلامية عند دخولها لأي منطقة أو قرية مباشرة تقوم بارتكاب مجزرة بهدف السيطرة أو تخويف المدنيين، حيث دخلوا مدرسة قاموا بقتل 7 أطفال، عند دخولهم أي منزل يقومون بقتل كل من يجدونه من شباب، سواء رجل، سواء شيخ عمره 60 سنة، سواء طفل، لا يوفرون أحد، امرأة، يدعون أنهم أتوا لتنظيف الخط أو أن هذا الخط يحوي ناس مرتدين أو ناس كفرة، أي أتوا لتطبيق التعاليم الدين الإسلامي، وهذا غير صحيح، الدين الإسلامي لا يأمر بقتل. اتضحت الصورة من هناك عبر سكايب صوتيا من دير الزور، جيهان الأحمد مراسلة شبكة سوريا مباشر في دير الزور، لك جزيل الشكر. نعود لضيفينا السابقين. سيادة العميد أعود إليك في قراءة أخيرة، الجوار العراقي هل يمكن أن يلعب ورقة أو دورا ما فيما يحدث في دير الزور، وماذا عن مآلات المعارك هناك كيف تراها؟ يعني اعتقد اننا امام ثلاثيه انتهازيه بالتمام، النظام ترك المعركه بين جبهه النصره وبين داعش ليتآكلا. داعش في فتره من الفترات انسحبت من القارين والشيخ سعيد والشيخ النجار والمدينه الصناعيه وفتحت الطريق للنظام ليقطع طريق الباب ويحاول ان يحاصر حلب في اسوأ ايام شهر يناير الماضي. جبهه النصره تركت الجيش الحر وتركت أيضا الجبهة الإسلامية تقاتل تنظيم داعش على أمل أن يتآكل تنظيم داعش وتحصل على مجندين من تنظيم داعش لينضموا إلى جبهة النصرة وتزداد قوتها. العراقيون يتربصون أيضا إلى اللحظة التي سيأخذون بها إشارة من النظام. السؤال الآن، إذا النظام تعرض لانتكاسات كبيرة في داخل مدينة دير الزور، قد نفاجئ بأن العراقيون يبدأون ربما في تنشيط الجبهة على محور البوكمال. أيضا تركيا ما زالت تتحسب الأمر ولن ترغب في أن داعش تتقدم إلى الحسكة أو تصل إلى مشارف معبر رأس العين. أنت أمام معادلة انتهازية بالكامل، لكن يبدو أن هذه المعادلة قد تصل قريبا إلى نهايتها. جبهة النصرة الآن ربما وصلت إلى قناعة كاملة أن الأمر لم يعد يقبل عملية انتهازية تترك فيها داعش، والنظام أيضا أدرك أن داعش تقترب من حصونه الأخيرة في مناطق الشرق، وأيضا داعش أدركت